اسمحوا لي استاذ ايمن واستاذ حسن، معايا دلوقتي على التليفون الاستاذه ايمان سامي، رئيس لجنه السياحه الدينيه المتواجده حاليا في الاراضي المقدسه في المملكه العربيه السعوديه. مساء الخير يا استاذه ايمان. مساء النور، من اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. انا بحضرتك، هل انا افهم انه حضرتك متواجده دلوقتي علشان تشوفوا المشاكل وتعملوا على حلها في المملكه العربيه السعوديه؟ بالفعل يا فندم، احنا موجودين هنا في مكه، وطبعا في لجان ثانيه في المدينه، لجان لمعاينه السكن وحل اي مشاكل بتقابل شركات السياحه المصريه. طيب الصوره عندكم عامله ازاي دلوقتي؟ والله يا فندم الحمد لله، كل الشركات دلوقتي في ناس منها اوريدي كانت في مثلا في الاربع والخمس نجوم عامله السكن بتاعها وخلاص بيوثقوا العقود بتاعتهم بيخلصوا اوراقهم. المستوى البري والاقتصادي في كتير من الشركات كانوا بيدوروا على سكن، في كتير اتوفقوا، في كتير لسه يعني في بعضهم لسه بيدوروا على السكن بتاعهم، واللجان بتنزل للمعاينه وبتوافق على الحاجات المناسبه وبتستبعد الحاجات الغير مناسبه. ده الأمر ده بينطبق على مكة والمدينة في نفس الوقت مش كده؟ بالظبط كده، طبعا هي مكة بتبقى يعني أكتر، يعني المدينة أكتر أسهل، أكتر إيه بالظبط؟ بس يعني مكة واضحة جدا غير المدينة، المدينة أسهل فيها أوتيلات أكتر، مكة الناس بتقعد فيها فترة أطول من المدينة، التفويج نفسه، فبتحتاج التفويج. معاينات أكتر. وانواع السكن فيها متغيره اكتر من المدينه، فبتحتاج مجهود اكتر من اللجان المعينه. مدى تعاون يعني الجانب السعودي، السلطات السعوديه معاكم استاذ ايمن؟ احنا شغلنا في الفتره دي مع مؤسسه الدول العربيه وهم متعاونين معانا جدا جدا. مع مين يا فندم؟ على فكره كانت حضرتك دلوقتي من المكتب المؤسسه، متعاونين معانا جدا، بيحددوا لنا دلوقتي المواقع بتاعت الشركات في منى وعرفات. في تعاون تاني، في تفاهم تاني بيننا وبينهم، ويمكن اكيد حضرتك عارف ان احنا كنا قبل كده وغيرنا حاجات في العقود بتاعت الضيافه، وحسنا الخدمات وزودنا الحمامات، وفيها هم متجاوبين معانا جدا. ويعني انا بنتهي الفرصه دي اني اشكر مؤسسه الدول العربيه، كمان بشكر وزاره الحج برضه متعاونين معانا جدا. كل احنا دلوقتي ما بنقول لنا اي حاجه، احنا على اتصال مباشر من الاستاذ الدكتور وكيل الوزاره، بيحل لنا كل حاجه على طول. والحمد لله يا رب، نتمنى ان يكون الموسم سهل ان شاء الله. هل في آلية لمراقبة البرنامج اللي بتعمله، برنامج الحج اللي بتعمله شركة السياحة أو شركات السياحة، ومدى أكيد يعني أكيد. تطبيق ده على أرض الواقع يعني؟ لا أكيد طبعا، يا فندم في رقابة جامدة جدا بتبتدي من لجان المعاينة، وهي أساس الحج. المعاينة لو كانت مظبوطة وكانت موفقة بتبقى أسهل كتير من لجان الإشراف، لجان الإشراف بتوصل قبل ما لجان المعاينة بتسافر وبتقول لهم كل الملاحظات اللي فيها الإشراف، بتنزل على الأماكن اللي فيها ملاحظات يراقبوا عليه ويتاكدوا ان اي ملاحظات تامه. غير كده هم بيشرفوا على كل حاجه وفي الاستلام المخيمات وكل كل الخطوات. فهم الحقيقه قايمين بمجهود جامد جدا، انا يعني ببقى معاهم كل يوم. الناس دي ما بتنامش، يعني ما عندهمش مواعيد، بينزلوا بالليل وبينزلوا الصبح وبينزلوا في اي وقت عشان يحضروا، عاملين تشيكات عشان سرعه ان هم ياخدوا السكن المناسب للمدينه بتاعتهم. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذة إيمان سامي، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، اتكلمتنا من الأراضي المقدسة من المملكة العربية السعودية.